صباح الأشقر، نورتينا بوشيا. اليوم لاني هيك الفنانين وإعلاميين، خبرينا اليوم شو عاملين؟ اليوم عم نحيي الذكرى الخامسة لكلينيكا صباح إن شاء الله، وأكيد أنا والإعلاميين والفنانين وكل ضيوفي نستقبل سنة جديدة إن شاء الله تكون خير على الكل إن شاء الله. ما وراء الكواليس أخبار عن تعاون فني بينك وبين أحد ضيوف الحفل اللي لسه هنستضيفه؟ شو في تعاون فني حتروح صباح للفن؟ هلا صراحة يعني شوفي، أنا بحب الفن بكل أنواعه بقى حسب بقى، بس يعني الموضوع لسه شوي معتمين عليه لأنه لسه ما في شيء أكيد وما في شيء لسه. فينا ناخذ تسريبات ولا شيء؟ صعب يعني شيء هيك يلمح للموضوع شو بدنا نعمل؟ يلا شغلت 4-5 شهور بعدين بتعرفوا بكل شيء، يعني مانا طويلة. طيب كل التوفيق وألف مبروك افتتاح العيادة يا رب. ميرسي لك كثير يا بها، وشكرا كثير لوجودكم اليوم معنا، أهلا وسهلا. أنا اليوم اجتني دعوة خاصة وحبيت لبيها من كلينيكا صباح احتفالاً بعيدهم الخامس، وهني طبعاً معروفين بعالم التجميل، فأنا حابة بارك لهم وشاركتهم بهالاحتفال اليوم، واتمنى لهم دوام النجاح لقدام كمان يا رب. ثانك يو لوجودكم معنا، وثانك يو لفوشيا، وثانك يو لبهاء القمر، اشتقت لك. أنا اليوم موجودة باللون الأحمر بآخر أيام من السنة قبل عيد الميلاد ينعاد على الكل، وقبل رأس السنة اللي بنودعها إن شاء الله ومستقبل السنة الجديدة، لحتى نتكلم عن الجمال ونحتفل بالجمال. نحتفل بخمس سنين على نجاح وتميز كلينيكا صباح بدبي، وإن شاء الله يا ربي قريبا يكون في كلينيكا صباح هوسبيتال. الملحن والمطرب عمر مصطفى، أهلا وسهلا فيك مع فوشيا. اليوم شو عم تعمل دبي خبرنا؟ أنا النهاردة موجود في دبي فسحة، وبالصدفة هحضر لصباح كلينيك، هي بهنيها طبعا على 5 سنين وعقبال 100 سنة،